انا دخلت الحليب المكثف عندي، وزي ما احنا قلنا بنستخدمه البيتي، ما بنجيبش العلبه، ام 30 جنيه دي ملهاش اي لازمه، اقدر اعملها في البيت بكل سهوله. نديله بس تسخينه كده كويسه، يبقى فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الشوكولاته البيضة، وفاضل عندي كمان الكريم. الكريمه كانت تقيله، عملت انا اللي متحكمه في الماده السايله، ودايما لما تيجي تستخدمي كريمه استخدمي الكريمه اللي بدون سكر، عشان الكريمه اللي بسكر بيكون عليها نسبه نشا ونسبه سكر بودره عاليه، فممكن انها تسيل منك، فضروري ان انا استخدم كريمه بدون سكر. هنسيبهم بقى يتضربوا مع بعض، ولو احتاجت شويه لبن او ميه هزود مفيش مشكله. عشان نمشي واحدة واحدة كده مع بعض تشوفوا احنا بنعمل ايه. ادي الحليب المكثف اللي عندي، ما عملتش اي حاجة، احط عليه شوكولاتة. اهي نكملهم بقى. هتبتدي الشوكولاتة عندي تدوب من سخونة الحليب المكثف. يعني ممكن كمان ندخلها الميكرويف شوية تبتدي تفك. الشوكولاتة البيضاء من الشوكولاتات الحساسة جدا جدا، فلما تيجي تسيحيها اولا ما توصليهاش ميه، ودي نقطه ضروري. طب ناخد منى، ازيك يا منى؟